بسم الله. دلوقتي هشوف مع بعض برنامج الليبرال كات. دي مساحة العمل. هنا بلاقي الأدوات اللي أنا ممكن أشتغل بيها زي لاين سيركل أرك، زي إن أنا أكتب تكست دايمنشن. هنا كوماند لاين بكتب الأوامر بتاعتي. هنا دي خاصة بالليارات. هنا بلوك ليست، لو أنا عندي بلوكات أبدأ أشوف البلوكات الموجودة في المشروع. الجزء اللي فوق بلاقي هنا الحاجات الخاصة بالسناب، يعني ممكن نعمل سناب عن طريق جريد او عن طريق اللاين نفسه. هنا بلاقي الامر الخاصة بان انا افتح ملف جديد او ان انا افتح ملف يكون مفتوح قبل كده او سيف. بلاقي الامر الخاصة بالزوم. هنا الامر الخاصة بالليارات والوان الكتابات. يعني مثلا لو انا قلت عايز ارسم لاين، فهو اوتوماتيك بياخد نفس لون اللير اللي انا هرسم عليها دلوقتي اللي هي اللير زيرو. اقول له انا مش عايز تجذب مع الجريد، هبقى حر. لو انا عايز حسب الجريد هدوس كده فهبقى ملتزم بالجريد اللي موجود. اقول له انا عايز ابقى حر شوية، هبدأ ارسم لاين اول نقطة تاني نقطة وابدأ اكمل لحد ما ازهق. وطول ما انا ماشي الشيت اللي تحت ده بيقول لي انت مشيت قد ايه. تمام. طيب لو انا عايز اختار اللون، هقول له مثلا عايز ارسم بلون الريد. يبقى انا كده برسم على اللير، بس برسم بلون غير الباي لير. ممكن اقول له انا عايز الخط بتاعي يبقى سميك شوية، انا عايز الخط بتاعي يبقى محدودة بالشكل دوت. هدوس رايت كليك عشان اخرج من الامر. دي الاوامر لما انا بختار امر فيهم بيدخل لي على اوامر بتديني اختصاص زي ارسم اللاين. يعني ممكن ارسم لاين عن طريق احد نقطتين، ممكن ان انا احدد نقطة والزاوية بتاعتي. يعني هقول له انا عايز ارسم خط كده بالزاوية الفلانية، الانجل بتاعتي مثلا خليها 45 مثلا، الطول خليه مثلا 50. يبقى انا همشي كده واحط في اي مكان، او ممكن اديله المكان النقطة بتاعت 0 0 على طول. تمام اهوت. ممكن اعمل تجاذب، اقول له اعمل تجاذب مع الخط نفسه بالشكل دوت. السناب اللي فوق هبدأ اختار هل انا عايز من الاند بوينت ولا عايز من الانتري في اي حتة في الخط، ولا عايز مع السنتر بتاع الدايرة، ولا الميدل في نص الحاجة. الأمر السناب هنا نفس الخط برضو بس هيبقى أفقي. هنا هيبقى رأسي. هنا عن طريق هرسم مستطيل أو ريكتانجل عن طريق نقطتين أو نقطة تاني نقطة. هنا هرسم عن طريق إن أنا بديله تنصيف في الزاوية. هنا برسم عن طريق إن أنا بوازي بشكل دوت. اديله المسافة وليكن مثلا 10 واختار الخط بالشكل دوت زي ما انت شايف. ممكن اقول له انا عايز ارسم بوليجن كم ضلع، اقول له 3. هديله نص المركز وابدأ ابعد، او كده بيرسم لي 3. تمام. هنا ممكن ترسم بوليجن عن طريق ان انا هرسم نصين الضلع بتاعه، ده اول ضلع ده تاني ضلع. ممكن اقول له انا عايز شكل سداسي او سباعي اول نقطة تاني نقطة، هو بيرسم شكل السباعي بتاعي. تمام. فزي ما انت شايف الاوامر سهلة جدا ان انت تستخدمه، وسهل جدا ان انت تشتغل عليه وبعد كده تعمله سيف. الانتاج بتاعه دي اكس اف. تمام. وده امتداد مشترك بين البرامج الهندسية. ممكن تشتغل عليه هنا وبعد كده تكمل على الاوتوكاد او تكمل على كيوكاد او اي برنامج من البرامج الهندسية بتاعتنا.